لكن خليني اسال الشناوي الاول. سيناريو الشوط الثاني في تنزانيا كان هو المتوقع ان يبقى سيناريو الشوط الاول، يعني احنا رايحين وعارفين انه سيمبا فرقه على ملعبها ممكن تضايق الاهلي، لكن فوجئنا انه العكس الصحيح، انه الاهلي هو اللي صال وجال وهو اللي كان اكثر خطوره وهو اللي كان اكثر فعاليه، وانهى الشوط بالفعل الاول لصالحه. الشوط الثاني اللي احنا كنا متوقعين يبقى سيناريو الشوط الاول هو اللي بالنسبه لنا بعد شوطنا الاول ونتيجه 1-0 برده ما كانش متوقع. فشفت الشوطين ازاي وشفت تعامل المديرين الفنيين سواء اوليفيرا او كولر مع المباراه هناك ازاي؟ سريعا جدا عشان اروح لماتش بكره. طيب هو الفكره كلها ان مارسيل كولر كان دارس الفرقه كويس جدا وعارف ايه هي نقاط الضعف ونقاط القوه، فبدا ان هو يشتغل عليها. نقاط القوه عند سيمبا ونقاط الضعف، نقاط الضعف كان بيشتغل عليها فكره ان انا بحاول ان انا اشد لعيبه سيمبا لتحت عشان اخلي الجناحات تنزل او الباكات تنزل لتحت بحيث ان انا العب الكره الطوليه لبرستاو ورضا سليم في مساحات واسعه في موقف واحد على واحد. يمكن الكره دي اتكررت كتير جدا وكان الباكات على قدر يعني من السذاجه ان هم كانوا دايما بيتشدوا لتحت وكانت فعلا بتتخلق مساحات، وده السبب الوحيد اللي كان بيخلي فعلا. انا عايز اقوله شناوي بيتكلم انه اللي حضراتكم شايفينه ده جزء او لقطات من تمرين سيمبا النهارده، تمرين رئيسي للفريق على ملعب استاد القاهره بكيسوني، هو الوحيد اللي انا يعني مرشد بتاعهم مرشد بتاعهم صحيح اللي موجود في استاد القاهره. ده كان في لقطات في التانل بينه وبين لعيبه الاهلي كتير في ماتش الذهاب. فالفكره كلها ان فعلا مارسيل كولر كان مذاكر وكان خلقنا فرص وكان في فرص كتير جدا ان احنا نقدر نسجلها كاهداف. الشوط الاول كان ممكن يخلص على الاقل 4 أو 5 كمان ممكن نقول، يعني شوطات كلها من جوه ال 18 وركله الجزاء وركله الجزاء وكان في فرص كتير جدا. فاحنا سجلنا هدف في اخر الشوط الاول، فطبعا السيناريو بالنسبه هنا لفريق سيمبا اختلف فجاه. سيمبا يعني هل مستوى سيمبا في الشوط الاول ده هو المستوى الحقيقي لسيمبا؟ لا يعني هل انت كنت متوقع السيناريو ده من الاهلي في الشوط الاول؟ لا بالعكس، انا كنت متوقع الشوط الثاني ان احنا نبدا مخضوضين ان احنا لسه مش متعودين. احنا في حلقه اخر حلقه مع بعض وعلى مدار الاسبوع اللي فات انا كنت بصور او بحاول انقل للناس الحاله في تنزانيا. البطوله يعني احنا طبعا مهتمين بالبطوله عشان الاهلي ومتعودين الاهلي بينافس لغايه اخر المشوار، لكن هم في تنزانيا الدنيا عندهم كانت نار. يعني حتى رئيس الدوله نفسها راحت زارت اللعيبه، تم الاعلان عن جوائز كبيره جدا، اهتمام الجماهيري في الشارع التنزاني قبل المباراه كبير جدا وكانهم بيلعبوا نهائي امم افريقيا، حضور شخصيات زي انفانتينو وبيير لويجي كولينا وارسن فينجر، فالقصه عندهم كانت فيها حاله شحن كبيره جدا.